رئيس وزراء عادل عبد المهدي عادل زويان اسميه، قبل فتره صرح قال نعطي اراضي للفقره، اراضي للهاي. هاي رساله لعلي دواي ومجلس محافظه ميسان، مجلس النواب. شوفوا ذنيت الشقق، هذا طريق البتيره، هاي يم المحطه مال الكهرباء ابو رمانه. هاي الشقق تعاركوا عليهن الدعوه النشاله الحراميه المالكه، تعاركوا هم وبدر عليهن، بدر تريدن لهم والدعوه تريدن لهم. هاي الحكي من الناس المواطنين، جبت المعلومه واللي يشتغلون بين. رسالتي الثانيه، ذول الناس المتجاوزين محافظه ميسان الحبيبه، كل واحد يريدون يفلشونه يجي ياخذ له شقه، هذا نفطنا، هاي فلوسنا، لا الدعوة المالك يدفع من جيب يخلفه، ولا الدعوة، ولا جماعة العامري ما أدري ياهو، ذول اللي جايين عليه الأحزاب الفلشونا تدمرونا، الله يهلكهم إن شاء الله بجاه الحسين، بجاه هاي المشاية. ورسالتي للمشاية، الناس رايحة مشاية، احنا مو نصيح نمشي ونصيح ذلة، هياد من الذلة، هاي الذلة. هاي حقوقنا، نفطنا خذت الاحزاب وتحرت عليه، صار لنا 7 سنوات راح يتفلشن ولا يخلون عائله تسكن بيها من الفقره.